وخسر بهدف مقابل صفر، مما يجعل هذه المباراة الثانية مباراة مهمة وصعبة جدا، مهمة جدا بالنسبة للعيان وللمشاهدين، وصعبة سواء بالنسبة للبارسا أو بالنسبة للإسبانيا ودرب حتى خارج إسبانيا. الكرة لليو ميسي ممتازة، كرة من أروع ما يكون من ليو ميسي في القائمة الثانية في اتجاه جوردي ألبا ومارك نافارو، واحد من ابناء نادي الاسبانيول وفريق برشلونه. راكيتيتش نفذ الركنيه والدفاع يخرجها المباراه، يفتح اللعب يدفع ثمن غالي لذلك. ميسي ما زال يلعب على الجهه اليمنى، كره خطيره لالكس فيدول، با 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 جول في منتهى الروعه. هذا الجول الكس فيدول للويس سواريز، وكان اللقطه معاده وكان شفناها في يوم ما كره مثل هذه بين ليو ميسي والكس فيدال ولويس سواريز في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. يا لو من كره مثل هذه لصالح عناصر الاسبانيول. بينيو مورينو في التسديد يغير تماما على الجهه اليسرى، كره ممتازه، تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة بشكل رائع. بيكي ليو ميسي، كرة رائعة من ليو ميسي في اتجاه الأماكن، الكرات الداخلة بالرجل اليسرى. سانشيز مازال فيكتور أورديو، كرة صعبة أليكس فيدول وليو اختطف ثم اختفى ورجع مرة ثانية، استلمها وسددها جول، ضربت في أحد المدافعين وباغتة الحارس بول لوبيز. جول ثاني لبرشلونة، يغطي كورتو ثلاث لاعبين أمامه، مازال ليو ميسي مازال توزيع والدفاع يتدخل ويخرجها للركنية. يقول حكم المباراة كرة بعيدة لسواريز، يحطها لسيرجيو سواريز، سواريز لعبة ثنائية رائعة، كرة خطيرة فيلكس فيدال، التغطية الدفاعية كانت رائعة هنا من قبل سي ميسي، الكرة خطيرة لويس سواريز مرة ثانية طالب بضربة جزاء، رجعت راكيتيتش، راكيتيتش ولكنها بعيدة. هذا لي سواريز احتجاج اخر يكلف انيستا، انيستا مع سواريز، انيستا يسرى لجوردي البا، با 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 جوردي البا وليو ميسي كاد ياتي الجول عند الدقيقة 34 من عمر هذا الشهر. ومازال وسيليسن يلتقط هذه الكرة ويرسلها بعيدة تماما للويس سواريز، غطى كورتو وتوزيع رائعة والكس فيدال حكم المباراة. إنيستا اطلبها سيرجي روبرتو ولكنها بعيدة. بوسكيتس يفضل يبقى هنا ليو. بوسكيتس يفنن في الكرة هذه، حط لليو ميسي كرة من ذهب بيمنى ليو ميسي، كانت زاوية مغلقة وكاد يأتي الجول الثالث. ميس خلى الى منه جرانيرو، مازال كرة في العمق، رأي تسلل يشير لها الحكم المساعد برايته هنا من قبل جيرارد مورينو. التمريرة كانت رائعة من قبل استيبان جرانيرو في اتجاه مورينو ولكن التغطية ايضا كانت رائعة. نعم ورأي تسلل واضحة لمورينو، هو الهدف رقم 4000 للبارسا في الكامب نو. يستعيد يرفع كرة القائمة الاول، الكرة في اتجاه القائمة الثانية عند بوسكيتس على الجهة اليسرى، كرة خطيرة عن طريق باتيستو في محاولة للتوغل من البرازيلي باتيستاو الذي دخل في مكان سيرجي دارد. ميسي التسديدة من بعيد، لم تكن لديه خيارات كثيرة في الكرة الماضية ليو ميسي، افتح لنفسه الطريق وسددها على طول مباشرة. انطلق ليو ميسي، كرة خطيرة للبارسا، يا سيرجيو روبرتو راح، ميسي يلعبها في العمق كرة لسواريز، وضع التسلل، وضع التسلل من لويس سواريز، فاتي الكرة من ليو ميسي، سواريز سواريز سواريز
الخطية الدفاعية أيضا رائعة، راحت مباشرة، هي كرة خطيرة لإسبانيول. هاي الكرات التي لا يمكن للبرسا أن يكون في منأى.